السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في وصفه اليوم. الوغ اليوم غادي نحضروا واحد الكريسات اولا قريشلات ديال الفطور وديال الكوتي على الطريقه ديال المخابز، يعني نفس المكونات اللي كيستعملوا المخابز اولا المخبزات، صوف كو حنا ما غاديش نديروا المحسنات. الوغ بالنسبه للمقادير عندي هنايا 500 غرام اولا نص كيلو ديال لافارين، غنحتاج واحد لا لوفير شيميك، عندي نص كاس ديال الماء زهر، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال السكر، عندي هنايا بيض بيضه والصفار غادي نخليوه باش غادي يعني ندهنوا به الوجه ديال القراشل، معلقه كبيره نافع ومعلقه كبيره حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال الزبده، جوج معالق كبار جنجلان، ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وبيان سور الملحه باش ما يجيوناش القراشل ديالنا باسلين. بالنسبه للطريقه، اول حاجه هو انني غادي ندير هذا الحليب، هذا غنديرو يدفى، من بعد غادي نزيد عليه هاد الزبده وحتى ما زهر، باش لان ما زهر كان عندي في الثلاجه باش يسخن شي شويه. الوغ غادي ناخذ لو بول ديال البيترا، ممكن تعجنوا بيديكم ولكن انا يعني مزروبه غادي ندير في البيترا، غندير فيها الدقيق، غنزيد خميره كيميائيه، غنزيد الخميره، وغادي ندير نافع وحبه حلاوه كانوا عندي في الفران، يعني درتهم باش يسخنوا ليا شويه. فوالا غنزيد السكر، فوالا، وغادي ندير جنجلان، ونجيب الحليب اللي سخن ندير فيه هاد الزبده هادي، ونزيد عليه ما زهر، نحرك غير باش نذوب الزبده. فوالا الو غنديروا الملحه، ما نديروش الملحه على الخميره باش ما يبطرش لينا المفعول ديال الخميره. صافي، وغادي نكب هذا الخليط، هذا غنزيد له الزيت، وغنزيد بياض البيض. صافي، وغادي نبدا نعجن. من بعد الا خصني يعني الماء باش غادي نجمع، الا كانت العجين قاصحه فراه غادي نزيد ليها الماء اولا الحليب، يعني عندكم اختيار، يا اما ديروا الماء يا اما ديروا الحليب. غنخليها تعجن. فوالا، هذه هي لا تيكستور ديال العجينه ديالنا، مازال غادي نخليها تزيد تعجن اولا يعني تدلك، وكمرحله اوليه غنخليها تخمر، ومن بعد غادي نعاودو يعني نقطعو اولا اون فافورمي هاد لي الكريسات هادو، وباش نعاودو نخليهم يخمرو المره الثانيه. صافي، العجينه ديالنا غتعجن في خاطرها. فوالا، فوالا انا ساليت يعني من العجينه ديال هاد لي بريوش اولا هاد الكريسات هادو، كما كتشوفوا يعني العجينه فهي كتلصق. دابا غادي نخليهم يخمروا، غنغطيهم بالفيلم اليمونتير وغادي نخليهم يخمروا المره الاولى. يعني هنايا في هذا لو بول غنغطيهم ونخليهم يخمروا المره الاولى، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نشوفوا شنو غادي ندير. فوالا، فوالا من بعد ما خليتهم خمروا واحد 20 مينوت هكذاك تقريبا مع كاينه الحراره، كيرجع لينا يعني كيضاعف الحجم ديالهم. الوغ دابا ندير واحد شويه ديال الزيت في يدي، وغادي نخرج منهم داك الهواء. نديرهم فوق لو بلان دو طرافاي بيان سور موصول، ونقي
فوالا. دابا غادي نبدا نشكل الكويرات. الحجم اللي بغينا، انا ما بغيتهمش كبارين بزاف، اللي بغى يديرهم يعني متقادين كاملين ممكن يستعمل الميزان. دابا غادي نبداو نقرصوهم ونزلوهم في اللاطه اللي غادي تدخل الفران. فوالا كنعطيوهم الشكل الدائري وكنزلوهم في لابلاك اولا في السنيوه ديالنا. فوالا شفتيو، يعني انا ما درتهمش كبارين بزاف وما كنخليوهمش غلاط، كنقرصوهم من بعد راهم غادي يتنفخوا في الخميره. صافي غادي نكمل هاد العجينه اللي عندي كامله. فانا كما قلت لكم انا درتهم قياس صغير، كان يعني هكا الحبه ونقرصوها شي حاجه اللي هي بسيطه. فوالا صافي نكمل العجين كامل اللي عندي وغادي نخليه يخمر، ومن بعد نسخن الفران. بالنسبه لاكويسون غادي نسخن الفران على درجه حراره 200. اللي عنده فران ديالو ديال الغاز دونك غادي يديروا عافيه متوسطه. فوالا وغادي ندخلهم يطيبوا من التحت ومن الفوق، وبيان سور غندهن ليهم الوجه ديالهم بالبيض وواحد الرشيشه ديال الملحه باش نحيدو الزفوريه ديال البيض وشويه ديال نيسكافيه بوغ لا كولور. وغادي نديرو فوق منهم هذا يا اما جنجلان اولا اللي بغى يدير لوز افيلي كاوكاو افيلي لوز كونكاسي، كل واحد على حسب الموجود اللي عنده في الدار. نكمل العجينه ديالي وندير هاد الكريسات يخمروا ونعاودو نطلقها. فوالا من بعد ما طيبنا الكريسات ديالنا اولا القراشل كيجيو على هاد الشكل هذا، يعني الصراحه كيجيو غزالين وخفافين. فوالا انا غادي نفتح معكم وحده باش تشوفوا الداخل، والصراحه السر ديالهم هو في داك المعلقه ديال الزبده اللي كنديروا ليهم، كتخليهم انهم كيجيو خفاف من الوسط ولذاذين بزاف. نتمنى ان الوصفه تكون عجباتكم، وبيان سور كوم دابيتود الى عجبتكم الوصفه بارطاجيو افيك لي زامي اي لي بروش، و ا تري بيانتو ان شاء الله. بسلامه.